بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ناخد درس 45 رياضيات الصف الثالث، وهو باسم المساحة. هنفتح الكتاب صفحة 134، 134 درس 45. بيقول لي لاحظ المساحة المطلوبة لكل نوع من أنواع الحيوانات بالأسفل، ثم حدد أي حظيرة سيستخدمها كل نوع من أنواع الحيوانات. عندنا أنواع حيوانات وعندنا أنواع من الحظائر، عدد من الحظائر. دي واحدة، والصفحة اللي قبلها أربعة، يبقوا خمس حظائر، وعندي أربع أنواع من الحيوانات. بيقول لي ماعز أول واحدة، بيقول لك إيه مساحة الحظيرة بتاعت الماعز أكبر من 30 متر مربع. مساحة حظيرة الماشية دي أكبر من 39 مربع، 39 متر مربع. حظيرة الدجاج أصغر من 20 متر مربع. مساحة حظيرة الأغنام أصغر من 30 متر مربع ولكن أكبر من 24 متر. طيب هنشوف أنواع الحظائر اللي هو عطاهالنا ونحدد مساحتها. عندنا هو أول حظيرة، هي على شكل مستطيل، طولها 6 متر وعرضها 6 متر. دي على شكل مربع، طولها يساوي عرضها، دي مربعة الشكل. يبقى ده كمان 6 متر وده كمان 6 متر. هنجيب مساحة الحظيرة دي. طبعا احنا عارفين ان المحيط هو ايه؟ مجموع اطوال اضلاع الشكل. احنا دلوقتي مش هنجيب المحيط، احنا هنجيب المساحة. المساحة بتساوي ايه؟ المساحة اللي هو الحيز اللي داخل الاطار ده، هو داخل الاطار ده، هو ده دي المساحة كلها اللي القلم ماشي عليها. دي المساحة دي كلها قد ايه؟ هنضرب الأبعاد في بعضها، البعدين ده هم الطول والعرض، هضربهم في بعض، هقول 6 في 6 ب36، زي ما قلنا قبل كده الطول في العرض، 6 في 6 ساوي 36 متر مربع. المساحة دايما مربع. تعال نشوف بقى الحظيرة دي هتناسب ايه. عندي الماعز أكبر من 30، الماشية أكبر من 39، الدجاج أصغر من 20، الأغنام أصغر من 30 وأكبر من 24. طب دي 36، يبقى 36 تناسب حيوان إيه؟ الماعز، لأنه أكبر من 30، يبقى دي حيوان الماعز. طيب تعال نشوف هنا الحظيرة دي، طولها 6 متر وعرضها 3 متر. المساحة بضرب الطول في العرض، المساحة ضرب، أضرب الطول في العرض، ها دي بقول ايه 3 في 6 تساوي 18 متر مربع. طيب ال 18 متر دول بقى يناسبوا ايه؟ تعال هنا كده، الماعز أكبر من 30، الماشية أكبر من 39، الدجاج أصغر من 20، الأغنام أصغر من 30 وأكبر من 24. يبقى الدجاج ده هو أصغر من 20 متر مربع، يبقى الحظيرة دي تناسب الدجاج أهو، لأن دي 18 متر مربع. طيب تعال نشوف مساحة الحظيرة التانية على شكل إيه؟ مربع، طوله 5 متر وعرضه 5 متر. المساحة بتساوي ايه؟ الطول في العرض، بنضرب البعدين دول في بعض، نقول 5 في 5 تساوي 25 متر مربع. ايه الحيوان، ايه بقى الحيوان اللي يجي في الحظيرة دي؟ ده اكبر من 30، ده اكبر من 39،
ده أصغر من 20، ده أصغر من 30، وأكبر من 24. أكبر من 24 وأصغر من 30، يعني ما بين 24 و30، بينهم 25 26 27 28 29. طيب الحظيرة دي كام؟ 25. يبقى دي تناسب الأغنام، أصغر من 30 وأكبر من 24. تعال نشوف الحظيرة رقم 4 على شكل مستطيل، طولها 8 متر وعرضها 5 متر، والمساحة الطول في العرض، هضرب دول في بعض، يبقى المساحة بتساوي ايه؟ 5 في 8 تساوي 40 متر مربع. الحيوان الذي تناسبه الحظيرة، الحيوان ده أكبر من 30، وده أكبر من 39. أكبر من 39 يعني إيه؟ يعني 40. يبقى ده هنقول الماشية، الماشية. طيب الحظيرة رقم 5 بيقول لي إيه؟ على شكل برضو مستطيلة أهي، طولها 7 متر وعرضها 5 أمتار، أهم 5 7، المساحة بتساوي إيه؟ الطول في العرض، يبقى نقول 5 في 7 تساوي 35 متر مربع، دائما المساحة متر مربع. الحيوان اللي بتناسبه الحظيرة دي إيه بقى؟ الماعز أكبر من 30، الماشية أكبر من 39، الدجاج أصغر من 20، الأغنام أصغر من 30، يبقى برضو بتناسب الماعز، لأن الماعز أكبر من 30، زي دي بالظبط، دي 36 أكبر من 30، يبقى دي هقول بتناسب إيه؟ الماعز. أهو كده صنفنا الحيوانات في عدد الحظائر. بيجي لي بقى السؤال بتاع التحدي، بيقول لي ارسم حظيرة مختلفة لكل حيوان من الحيوانات السابقة وتأكد من كتابة أبعاد الحظيرة. الحيوانات السابقة، نبدأ مثلا بأول شكل ده اللي هو الماعز، أكبر من 30. أكبر من 30 ده أنا عملت له واحدة اهي، خصصت له واحدة 36 وواحدة كمان 35، أكبر من 30. طب نعمل له بقى واحدة تانية بس بأطوال مختلفة عن الأطوال اللي عندي دي، عملنا أطوال 36 و35، نعمل مثلا 32، يبقى هعمل ايه؟ 4 في 8، ادي 8 سنتي اهم، 4 في 8 اهي، هعملها كده اهو، دي 8 اهي، من دي 0 اهو اهم لغاية 8. طب ونعمل كمان 4 سنتي عرضها اهم، 4 سنتي اهو، وهنا كمان 4 سنتي، شايف القلم المسطرة فين؟ عند 4 سنتي اهي، ابدأ من عند الصفر انزل، واحاول بقدر الامكان المسطرة ما تبقاش مايلة كده او مايلة كده، علشان الخط يطلع ايه؟ واقف قدر المستطاع، واوصل دول في بعض، واكتب الابعاد بتاعتها بقى، اقول لي ايه؟ دي 8 متر ودي 4 متر، 8 متر واربعة متر، تبقى مساحتها كام؟ 4 في 8 تساوي 32 متر مربع. دي بتاعت ايه بقى؟ بتاعت الماعز، لانه اكبر من 30. اقول ايه؟ حظيرة اهي،
حظيرة الماعز مساحتها كام؟ 32 متر. طيب نشد فاصل كده علشان نعمل الحظيرة التانية. الحظيرة التانية دي كام؟ 3 × 6 = 18 بتاعت الدجاج. عاوز أعمل واحدة تانية بس تكون أقل من 20 متر مربع. يعني أعملها كام مثلا؟ دي 3 × 6، أعمل واحدة 3 × 5، يبقى نعمل الخمسة تحت، الكبير تحت أهو أهو، من عند الصفر لغاية الخمسة، ونعمل 3، ونحاول المسطرة تبقى واقفة كده، ما تبقاش مايلة كده، المسطرة تبقى واقفة كده أهو، من عند الصفر لغاية الـ3، نحاول قدر المستطاع المسطرة تبقى واقفة، لا مايلة الناحية دي ولا الناحية دي أهو، وأوصل دول في بعض كده أهو. أقول إيه؟ دي 5 متر ودي 3 متر، وده زيه 5 متر وده 3 متر. دي إيه؟ حظيرة الدجاج. المساحة تساوي 3 × 5 = 15 متر مربع. كده عملنا حظيرة الدجاج. يبقى فاضل ايه؟ هما 4 انواع، خدنا الماعز وخدنا الدجاج، فاضل الماشية اكبر من 39. اكبر من 39 دي اديناها اللي هي 5 × 8 = 40، عملناها للماشية اهي. نعمل واحدة مقاس تاني برضو للماشية أكبر من 39، هعملها إيه؟ هعملها 6 × 7، آدي الـ7 هم، شايف؟ لعند الـ7 أهي، من أول الصفر لغاية الـ7. طيب الـ6، نخلي الـ6 على الخط ده أهو، الـ6 اللي على المسطرة تبقى على الخط ده أهو. معلش الخط عاوز ينزل تحت شوية. اهو انزله تحت، من عند الصفر لغاية الـ7 اهو، واخلي الـ6 اللي على المسطرة على الخط اهي، خلي المسطرة عدلة كده اهو، وانزل بالـ6. يبقى ده 6 متر وده 7 متر، وآجي كده هوت برضه، أخلي الـ6 هنا أهو قبل الخط بالظبط، وأطلع كده أهو وأوصل ده أهو، وأقول دي حظيرة الماشية اللي هي مساحتها ايه بقى؟ تساوي 6 × 7 = 42 متر مربع. فاضل عندي حظيرة الأغنام، أصغر من 30 ولكن أكبر من 24، اللي احنا خدنا لها ايه؟ 5 × 5 ب25. طب عاوزين بعدين عددين نضربهم في بعض يكونوا أكبر من 24 وأصغر من 30. أقول كام في كام؟ 4 في كام؟ 4 في 7، آدي الـ7 اهي، علشان 4 × 7 بكام؟ بـ28. 7 اهي،
والأربعة على الخط اهي، وادي قبلها السور التاني اهو. كده اهو، ها دي طولها كم متر؟ 7 متر. 7 متر، 4 متر، 4 متر. طب نجيب مساحتها، مساحة تساوي 4 × 7 = 28 متر مربع، ودي بتاعت ايه بقى كمان؟ بتاعت الأغنام، حظيرة الأغنام. كده ده درس 45، وإلى اللقاء مع الدرس القادم إن شاء الله، وفي حفظ الله.